يا جماعة الشخصية ما توزن بالمصاري، قديش بيوزن الإنسان علمه بعقله. الإمام علي سلام الله عليه يقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، قيمتك بمقدار ما عندك من خبرة، بمقدار ما عندك من علم، بمقدار ما عندك من وعي، هذا معنى إنسانيتك. المال أنت مخليه بالبنك، المال مش أنت، لكن عقلك أنت، علمك أنت، خبرتك أنت، هذه هي إنسانيتك. المال ليس إنسانيتك، العقارات اللي تملكها ليست إنسانيتك، لا تكبر شخصيتك. نعم تكبر فرص حياتك، اللي عنده مال عنده فرص أكثر، بس ما عنده شخصية أعظم. الناس لما تحترم مالك معناه ما بتحترمك، يعني بتقول الناس ما فلان مش محترم ما بيفهم، لكن عنده مصاري شو بده يسوي، بده نجامله، مش هيك بيقولوا؟ يروح يقولوا تعالوا خلينا نروح نضحك على فلان، انت الكبير وانت العظيم وانت. وبعض الناس بيحبوا ان الناس بتضحك عليهم، وهم بيعرفوا ان الناس بيضحكوا عليهم.